اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنجاوب على سؤال: هل هناك مشروبات تزيد هرمون الاستروجين؟ ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقه، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالحلقه. والسؤال هو: عمري 43 عام واعاني من انخفاض في هرمون الاستروجين، فهل هناك مشروبات تزيد هرمون الاستروجين؟ والاجابه هي نعم، توجد بعض المشروبات والمأكولات التي يمكنها زيادة هرمون الاستروجين في الجسم، ولكن لا توجد دراسات كافية على فعالية وأمان تناول هذه المصادر، لذا يجب عليك تناولها بكميات معتدلة، ويفضل استشارة الطبيب قبل البدء باعتمادها لتجنب أي خلل في هرمونات الجسم، فضلا عن أنها لا تعد بديلا في حالات نقص الاستروجين الشديدة. والمشروبات التي تزيد هرمون الاستروجين هي: أولا الشمر، ثانيا الكهوش الأسود، ثالثا كف مريم، رابعا زهرة الربيع المسائية، خامسا العرقسوس، وأخيرا الزعتر. وتوجد بعض الأطعمة التي يمكنها زيادة هرمون الاستروجين، ونذكر منها: أولا بذور الكتان، ثانيا الفواكه المجففة مثل المشمش والتمر، ثالثا بذور السمسم، رابعا التوم، خامسا الخوخ والفراولة والتوت البري، سادسا نخالة القمح، سابعا الملفوف والقرنبيط والبروكلي، ثامنا البقوليات مثل فول الصويا والفاصوليا والعدس والحمص، وأخيرا المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز. وبالنسبة لسؤال هل يوجد فيتامين لزيادة هرمون الأنوثة؟ فالإجابة هي لا يوجد أي فيتامين يمكنك تناوله لتعويض نقص هرمون الاستروجين، ولكن يعتقد أن نقص بعض أنواع الفيتامينات يرتبط بالإصابة بنقص هرمون الاستروجين، مثل أولا فيتامين دال، فيلعب فيتامين دال دورا مهما في عملية إنتاج هرمون الاستروجين، لذا فإن نقص فيتامين دال قد يرتبط بنقص هذا الهرمون في بعض الحالات. ثانيا مجموعة فيتامينات به، فتؤثر هذه الفيتامينات على عملية إنتاج وتنشيط هرمون الاستروجين، لذا فإن انخفاض مستوياتها في الجسم قد يؤدي إلى انخفاض هرمون الاستروجين، لذا لن تكون هذه الفيتامينات مفيدة في حالتك إلا لو كان نقص الاستروجين لديك مرتبطا بها، وحتى في هذه الحالة لا يمكنك الاعتماد عليها وحدها لتعويض نقص الاستروجين، لذا أنصحك باستشارة الطبيب لإيجاد العلاج المناسب، خاصة أن ترك نقص الاستروجين دون علاج قد يسبب الآتي: أولا يؤثر سلبا على تطور الجهاز التناسلي ونموه، ثانيا يمكن أن يؤثر سلبا على قدرتك على الحمل والإنجاب، ثالثا يقلل من الرغبة، وأخيرا يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات.